عندنا 48 قاضي بتواجههم الحكومة والنظام ووزارة العدل، يعني الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتحاول، كان عندهم على جروب على الواتساب ما بينهم بين بعض زي كل المهن والوظائف في مصر، ناس كتير بتخش في جروبات ذات طبيعة مهنية، يعني الصحفيين مثلا في مصر ليهم 3 4 5 جروبات معروفين يعني، وحتى في جروبات فيها الناس بتنشر فيها كل الأخبار المعارضة مع الحكومة مع كل، والقضاة بطبيعة الحال في مصر عندهم جروب زي ده، يبدو أن هناك من تحدث داخل هذا الجروب اللي على الواتساب حول يعني ضعف الجنيه المصري أمام غلو الأسعار، وقالوا كمان الناس أيدت هذا الكلام وقالت أن احنا ما ينفعش نبقى قضاة، المفروض الناس فاكرة أن احنا فلوسنا كتير ونكتشف في الآخر أن احنا ظروفنا ضعيفة. أزمة القضاة دي هي بداية الأزمات، الأزمة في الحقيقة ما هياش أزمة ذات طبيعة سياسية خالص، يعني اوعى تفتكر ان وجود هذه الأزمة معانا هي أزمة سياسية، هذه ليست أزمة سياسية، هذه أزمة مهنية مهنية. وأنا عايز أقول لحضراتكم إنه زي ما في قطاعات في القضاء، احنا هنا بنتكلم على 45 قاضي بيتم التحقيق معهم، زي ما في قطاعات في القضاء مستوى معين في القضاء، على الورق هتلاقي ارقام رواتبه كويسه، اقفل بقى الورق وبص خد الارقام دي وبص بقى على السوبر ماركت شغال ازاي، هتكتشف انه لا الارقام دي كويسه شكلا كتيره لكن ما توصلش القاضي ان يعيش الحياه اللي حطها له، حط الارقام دي على الورق كان راسم في لحظه من اللحظات انه المبلغ ده كافي جدا لقاضي انه يعيش هو واسرته حياه متميزه وكريمه. اقفل موضوع القضاه، افتح الضباط شرطه وجيش، بص في الورق تلاقي معقول، تاخد الارقام اللي في الورق تبص في السوبر ماركت تلاقي بقى ايه، حمد لله على السلامه، لا في مشكله. فالقضيه دي هي قضيه اصلا قضيه فئويه في الاساس، ما هياش قضيه سياسيه، واوعى تفتكر انها عشان واقعه معانا في برنامج ذو طبيعه سياسيه ان احنا نقصد بيها السياسه، احنا نقصد بيها ما هو اخطر من السياسه، الواقع العملي لموظفين الدولة البيروقراطية اللي انت سواء كانوا مع دول ولا مع دول لازم تديهم رواتب بكادر معين تخليهم ما يبصوش بره، تخليه هو قاعد حاسس بانه ماديا مرتاح، مش محتاج يعمل شغل زيادة، مش محتاج يخش جمعية، مش محتاج يدور على قرشين يعمل بيهم مصلحة، مش محتاج. وكثيرين من الطبقة العاملة المؤيدة بطبيعة عملها للدولة عندهم مشاكل من النوع ده، لكن في حزام اجتماعي هم جايين منه، الأب قاضي أو لواء سابق، الأم وكيلة وزارة، فالوعاء الاجتماعي ده بيمنع الهزات. الأسر في مصر في الطبقة المتوسطة العليا والطبقة المتوسطة اللي لسه محتفظة بحياة طبيعية، يعني بتاكل عدد مرات لحمة نفسه هو نفس عدد مرات اللحمة نفس الحاجات دي، بيحصل لهم ايه؟ بيرجعوا للأسرة، يروح مرتين ثلاثة كده في الويك اند عند العيلة، عند عيلة الأب عيلة الأم، يشيلوا الأم يشيلوا القصة كلها بطريقة كده مصرية خفيفة، الستات بيدوروها مع بعض. استاذ احمد، مش متعودين نسمع، سمعنا في تاريخنا الحديث عن قضاء عندهم قضاء سياسي او عندهم قصص ليها اعتبارات سياسيه، استقلال القضاء، عايزين نبقى قاعدين في المحكمه بنقول احكام من القانون مش مبلغنا في التليفون، لكن ده من اوائل التفاصيل اللي يحصل فيها مشكله ذات طبيعه فئويه. انا معاك احمد في توصيف المشكله انها مشكله فئويه، ولكنها بلا شك ليها اثر سياسي طبعا،
لها آثار سياسية مباشرة. صحيح. ولها أساس بالحريات العامة في مصر مباشرة. تكميم الأفواه الآن الذي هو حادث الآن، الاستبداد الحاصل الآن، العصف بأي كلمة حرة الآن، فهي متصلة اتصال وثيق أيضا بالحالة السياسية. حضراتكم يعني ده وصل الأمر إلى قضاء مصر، 48 قاضي، جروبات بينهم على الواتساب مغلقة، 48 بيتكلموا عن أحوالهم المعيشية، أحوالهم المالية، أحوالهم الاجتماعية، عن أنهم فقدوا امتيازات، فقدوا استقلالهم أيضا كقضاء، تحولوا إلى موظفين، بيتكلموا عن أحوالهم. هي دي الجريمة، دي الجريمة، أن يعبر قاضي عن رأيه ما بين القضاء. 48 قاضي يحالوا للتفتيش القضائي ويمثلوا أمام جهاز التحقيق، جميعهم رفض. خد عندك بقى، جميع القضاة 48 رفضوا المثول أمام جهاز التحقيق. ليه يا فندم؟ أصل قاضي فهم القانون. أولا ما فعلوه بشكل مباشر لا يخالف أبدا قانون المحاكم المنظم لشأن القضائي. ثاني حاجة، لا يخالف إطلاقا اللوائح والقرارات التنظيمية الداخلية. يبقى الراجل عارف أنه هو لم يخالف القانون ولا اللوائح ولا القرارات المنظمة لعمل قضائي. وعشان كده سعادتك النهاردة الأمر يصل إلى تكميم الأفواه، إلى المصادرة للآراء. ما يجري في بر مصر كله بأن النهاردة أكتر من 11 سنة أي حد يتكلم على الفيسبوك مش عارف إيه، ده يا راجل النهاردة آلاف المعتقلين. ليه؟ لك أصل نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ممنوع حد يتكلم في شأن بلده عن أحواله. ده سيادة يعني سيادتين فضل ربنا يحفظهم، يعني فضلاء، يعني فضلاء الناس، يعني قاعدين في مترو بيتكلموا، تم اعتقالهم بعدها، بيتكلموا على الأسعار. ايه ده؟ ايه الاستبداد ده؟ ايه الحالة المستبدة دي؟ انها تكون مستبدة استبداد على كل عموم مصر بكل فئاتها وشرائحها. لما وصلت القضاء كان لهم موقف، كان لهم موقف واضح جدا. الموقف الاولاني انهم رفضوا الامتثال الى جهات التحقيق عشان تحقق معاهم. احد السادة القضاء ايضا حضراتكم، وكان له تصريح، وهو الفضيل المستشار المحترم الاستاذ جمال قابيل، ده رئيس في محكمة السيناء في القاهرة، رئيس محكمة السيناء، بيقول الراجل ان قرار وزير العدل بإحالة القضاء الى التحقيق امام ادارة التفتيش القضائي لا يستند الى اي اساس قانوني. تخيل وزير العدل يخالف القانون ويخالف العدل، ومع مين؟ مع قضاء. واللي يقول هذا الكلام مستشار ورئيس محكمة السناف. أزمة داخلية الآن بتوصلك إزاي الحالة، حالة العدل العامة في مصر، مش محاكم العدل والقضاء، حالة العدل العامة في مصر. المستشار جمال أبيل بيقول لك الناس دي إن قرار الوزير بإحالتهم للتحقيق لا تستند إلى أي قانون، ولا تستند إلى أي أصلا أساس قانوني، وإن الناس دي لم تخالف أي لوائح وقرارات تنظيمية داخلية. وبالتالي بيقول الراجل إن القضاء المحالين لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب هذا الإجراء. تحول قاضي تحقيق لمجرد بيتكلم عن ظروفه مع زملاته، بيتكلم عن أحواله المعيشية، أحواله المادية، مش عاجبهم هما تحولوا إلى موظفين والقضاء الآن أصبح غير مستقل. هذا الكلام حضراتكم كلام مهم جدا جدا، لأن أيضا رؤساء المحاكم الاستئناف الثمانية عملوا تصعيدهم الآخرين، وأيضا أرسلوا مذكرة موحدة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل 10 أيام، وطلبوا أيضا هما الآخرين بتفعيل قرار رئيس الجمهورية اللي بيدعو للمساواة في المستحقات المالية بين جميع الدرجات القضائية المناظرة. أهو فالقضاء ناس بيطلبوا حقوقهم مادية، بأجورهم، بمرتباتهم، بالمزايا بتاعتهم، حقهم الموجود في القانون والموجود في اللوائح. فالنهارده في مصر مجرد ان فئه، خلي بال حضراتكم للاسف الشديد احنا دايما بنعمل تعميم على اي فئه الشعب، يقول لك ايه بصراحه جمال المستشارين دول عايشين يابا احلى عيشه ومصايف ونوادي وايه واحلى اجر. يا حبيبي انت بتبص برضو لفئات معينه،
بص للنائب وكلاء النيابه العامه، بص للدرجات الاخرى النيابه الاداريه، انت بتبص دايما بس رؤساء المحاكم وايضا الساده القضاء المنصه. السلك القضائي برضو بيعاني ما يعاني يا جماعه. النهارده ما فيش شريحه في المجتمع لا تعاني ماديا ايا كان بقى، تقول لي قضاء، تقول لي سعادتك، ايا كان النهارده الشرائح دي كله بيعاني. فعشان كده حضراتكم النهارده في ازمه حقيقيه في القضاء طبعا، بتتصاعد طبعا، بتنتقل الآن من 48 الى رؤساء محاكم الاستئناف الى كل السلك القضائي طبعا. بس اللي مش طبعا ولا طبيعي ان اللي يخالف القانون يكون وزير العدل المنوط بيه اصلا تنفيذ القانون.